وصلت اللجنة النيابية المشتركة من اللجنة القانونية والعمل مناقشة معدل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2019. وأكد رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات في تصريح خاص للمملكة على أن اللجنة اتفقت على إبقاء التقاعد المبكر للمهن الخطرة، كما تم عقد اجتماع بحضور وزير العمل نضال البطينة ووزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية. للمزيد ينضم إلينا وأرحب بضيفي مقرر لجنة العمل النيابية النائب خالد رمضان. أهلا ومرحبا بك معك سعادة النائب. سأبدأ معك بأبرز التعديلات لهذا اليوم وما تم نقاشه أيضا لهذا اليوم، وكيف تنظرون بشكل مجمل إلى هذه التعديلات المطروحة؟ أولا مساء الخير، كل الاحترام لك أستاذي عبد الله ولمستمعينك الكرام. وبعجالة، المجلس اليوم كان منعقد من أجل قضية القدس ووضع الحكومة أمام امتحان كبير، الطلب بطرد السفير الصهيوني وسحب السفير الأردني وتجميد اتفاقية وادي عربة، ولذلك الامتحان للحكومة وللمجلس ذاته. نعود للموضوع سؤالك حول الضمان. اللجنة المشتركة برئاسة سعادة الأستاذ عبد المنعم العودات وبحضور رئيس اللجنة خالد الفناصة سعادة النائب خالد الفناصة تنعقد يوميا من أجل مناقشة هذا الموضوع الذي يعني كل الأردنيين والأردنيات. قانون الضمان الاجتماعي صندوق الشعب، القواعد الأساس، التفاهمات الأساسية التي وصلنا إليها أو إرادة الأغلبية في داخل اللجنة المشتركة، أولا بخصوص التعديلات المقدمة والمقترحة والمجازة من مجلس إدارة الضمان بخصوص العسكريين، القطاع العسكري على اختلاف تشكيلاته، هناك إجماع دون استثناء لمعظم النواب سواء أعضاء اللجنة المشتركة أو من حضر من زميلات وزملاء بضرورة إجازة هذا التعديل بخصوص القوات المسلحة والقطاع العسكري كاملا. لكن القضايا الثانية، التعديلات الأخرى التي قدمت لاحقا من خلال الحكومة وأضيفت لمشروع قانون المعدل، هناك اجتهادات. غالبية الآراء استقرت على التالي، لم يجاز بصورته النهائية ولكن بغالبية الأفكار تقع بالإطار التالي: أولا التقاعد المبكر، عدم إلغاءه كما تفضل سعادة رئيس اللجنة في التصريح للمهن الخطرة، ولكن العمر الآن نحن نتحدث عن تقاعد مبكر عن 50. من الأفكار التي جرى تداولها ومطروحة وتناقش بصورتها النهائية رفع التقاعد المبكر للمشتركين الجدد ليصبح 52 للنساء و55 للرجال، واحتساب معادلة الراتب تقع على قاعدة نسب محددة ستشهر لاحقا بعد إجازتها. لا. القاعدة الثانية، هناك رأي سائد في اللجنة بخصوص كانت الحكومة قد تقدمت بعدم إلزام الشركات التي تقع ضمن إطار الريادة وخلافه وإعفائها من الاشتراك في الضمان الاجتماعي. تنعقد إرادة اللجنة المشتركة ومختلف زملائنا وزميلاتنا النواب أن هذا الموضوع إن كنا نريد أن نشجع الريادة فبقطاعات أخرى، ولكن إلزامية الاشتراك في الضمان الاجتماعي إلزامية. يعني هنا تحديدا سعادتك إذا سمحت لي، موضوعية الواحد نعم في هذه النقطة تحديدا وهي أثارت جدل أيضا، مسألة عدم اشتراك رسمي ومجبر للشركات الريادية كان محدد بفترة، هل سيتم إلغاء هذا البند نهائيا أم سيتم تقليل الفترة في البداية؟ هذا الموضوع لليوم كامل إرادة، يعني كامل الأفكار التي طرحت، عدم الموافقة على الاقتراح الذي حضر والإبقاء كما هو، وهو إلزامي للجميع بمعزل عن نوع الشركة ريادية أم ريادية. وإذا أردنا أن نشجع الشركات الريادية في عندك أبواب أخرى ليس من صندوق الضمان، من موضوع في تحفيزات ضريبية وخلافه. الجانب الآخر، تم إجازة موضوع 1% اللي هي من أصحاب العمل بشكل واضح باتجاه موضوع الحضانات بمعزل عن الأفكار والآراء للأعضاء، لكن بصورة عامة تم إجازة هذا الموضوع. إذن الأفكار الرئيسية إجازة بالإجماع حول القوات المسلحة والعسكريين بصورة عامة، موضوع الشهيد واحتسابه وانضمامهم للضمان وكل ما قدم وجرى التفاهم بين مجلس إدارة الضمان والمؤسسات ذات العلاقة أجيزة،
القضايا الثانية موضوع لا إلغاء للتقاعد المبكر كما أتى من الحكومة في تعديلات، إبقاؤه على موضوع المهن الخطرة، والذهاب إلى رفع سن التقاعد للمشتركين الجدد الذين ينضموا بعد نفاذ أحكام هذا القانون للنساء 52 يصبح للرجال 50 وفق معادلة حسب السنوات لطلب تبدأ باحتساب أو خصم 35% إذا مباشرة إلى أن تصبح صفر لما نعم. يصبح عمرهم 52 و55. نقطة أخرى إذا سمحت لسعادتك، يعني بالأمس كان هناك جدل في بداية الاجتماع اللجنة حول مسألة المستخدم المدني في القوات المسلحة وتعريف الشهيد، هل تم حسم هذا الجدل بصورة نهائية؟ هذا موضوع الشهيد حسم، هناك دائما مصطلح الشهيد يصدر ويعرف ويجري اعتماده بموجب قرار لرئيس هيئة الأركان والقوانين الناظمة لموضوع صندوق الشهداء، وهذا الذي يحدد موضوعة الشهيد، ولذلك القصة داخل القوات المسلحة وداخل القانون اللي ينظم ذلك، واعتماد من رئيس هيئة الأركان ومن الجهات ذات العلاقة، بالتالي الضمان يأخذ بهذا الاعتماد. شكرا لك، كنت معنا مقرر لجنة العمل النيابية النائب خالد رمضان.